السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا اليوتيوب. اليوم إن شاء الله سنرى موقع لربح بعض المال من الإنترنت. الموقع ستجدون رابطه أسفل الفيديو. هذه هي واجهة الموقع. طريقة التسجيل هي طريقة سهلة. نضغط هنا تسجيل وهنا ندخل اسم المستخدم، أي اسم، هنا الإيميل، هنا ندخل كلمة السر، هنا إعادة كلمة السر، هنا نكتب الكابتشا ونضغط هنا ونضغط هنا. التسجيل بدون تفعيل في الإيميل. أنا مسجل مسبقا، سأدخل الموقع. هذه هي واجهة الموقع. الحد الأدنى للسحب هو 1 سنت. سأقوم بترجمة الموقع إلى الفرنسية. الموقع في الأول يعطيك البونيس للاشتغال. الموقع جميل جدا. في الأول يعطيك البونيس، تدخل هنا إلى أشوتي إيرو كما ترون. الموقع الذي هنا كما ترون فأر ب100 روبية. الموقع لم أتذكر هل يعطيك 100 روبية، يعطيها لك هنا. وتقوم بش إذا أعطاك 100 روبية تقوم بشراء هذا الفأر ب100، تضغط هنا أشتي. أم يعطيك الفأر مباشر كما ترون، أن لدي فأران هنا. كل فأر ينتج 7 قطع من الجبن في الساعة. أنا لدي فأران يعطياني 14 قطعة من الجبن في الساعة. هذا الفأر ب10,000 روبية يعطيك 1,100 قطعة في الساعة. هذه ب50,000 روبية تعطيك 6,000 قطعة من الجبن في الساعة. هذه كل مواقع. عندما ترى المنتوج تدخل هنا إلى فيريفي بلا، سنرى منتوجي كم. كما ترون أنا لدي هنا هذا المال هو للاستثمار، وهذا المال للسحب كما ترون لدي 9.57. نرى كم جمع لي. كما ترون لدي 939 قطعة. سأقوم ببيعها. أضغط هنا كما ترون أصبحت 0. أقوم بترجمة الموقع. أقوم بتحويلها إلى المال. تضغط هنا أليمونتير فوندر. سأقوم ببيع تلك قطع الجبن كما ترون 939. أعطتني 9.39. أضغط هنا للبيع. كما ترون أصبحت لدي هنا 18.02. هذا المال هو للسحب، وهذا المال للاستثمار. هذا المال يعني عندما تصل ل100 تشتري فأر آخر. طريقة الحصول على البونس، أنتم عند الدخول للموقع ستضغط هنا، يعطيك البونس. سنرى كم سيعطيني. نضغط على هذا الإشهار، سنرى كم سيعطيني البونيس. نضغط هنا على بونيس أخيرة. نضغط هنا عفوا. نضغط فاليدي، نضغط اوكي. سنرى كم سيعطيني الموقع. اعطاني 2 روبية كما ترون، اضافة الى رصيد الاستثمار. وتضغط هنا كذلك هذا البونس كل 5 دقائق، هذا كل ساعة. يعني تأخذ البونس لكي تجمعه وتشتري به يعني شخصيات
كما ترون أضغط على فاليدي. كما ترون كم أعطاني من البونص، أعطاني 1 روبل إضافة هنا، يعني هذه بونص كل 6 ساعات، هذه بونص كل ساعة، هذه بونص كل 5 دقائق، وهذه بونص كل 24 ساعة. الآن سأقوم بعملية السحب. للسحب تضغط هنا، سأسحب 2 سنت، الحد الأدنى هو 1 سنت. سأقوم بترجمة الموقع كما ترون لدي 18. سأقوم بسحب 12، 1.2، 0.12 سنت. هنا في الأول عندما دخولك للموقع، ستدخل إلى ريجل، عفوا قد نسيتها، لكي تدخل هنا سيعطيك خانة، ستضغط على أرقام وتدخل فاليدي، يعني كود السحب. أنا قمت بإدخال كود السحب، الآن سأقوم بالسحب. الموقع يدفع إلى باير. لقد قمت بشرح طريقة التسجيل في باير، هي طريقة سهلة جدا، لا تتعدى 3 دقائق للتسجيل. سأضع لكم رابط فيديو لتتسجلوا في بنك الباير. سأسحب 14، سأدخل هنا رمز السحب وسأضغط هنا. كما ترون أنا قمت بالسحب 2 سنت إلى حسابي في الباير. أضغط هنا كي أقوم بالسحب، سنرى هل السحب مباشر، يعني بدون وقت. كما ترون لقد أخبرني الموقع في عملية السحب، سنرى ذلك. كما ترون ها هي السحب، قد قمت بالسحب 0.14، يعني 0.14 سنت. سأدخل إلى حسابي في الباير. كما ترون لدي 1.49. أضغط أكتواليزي. كما ترون لقد انضافت لي هنا، أصبحت 1.62. كما ترون هذا هو السحب، قد أخذ ترانزاكشن، يعني عملية السحب، أخذت مني 0.01 سنت. كما ترون لقد وصلتني 0.13، يعني موقع صادق وموقع جميل جدا، أنصحكم بالاشتغال عليه. يعني تترك الموقع يوم أو يومين، أو تركته أسبوع، تدخل تلقى دولار، يعني موقع جميل. كما ترون هنا أصبحت لدي 4، الحد الأدنى للسحب هو 1 سنت. يعني هذا كل ما في الموقع، موقع صادق. كما ترون لقد رأيتم إثبات الدفع. هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.